نتكلم فيها عن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في أي دولة. عشان كده مصر بتسعى جاهدة لتنمية القطاع الصناعي وتطويره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وده اللي بيأكده قد إيه القطاع الصناعي أصبح بيحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، لأنه بيساعد في دفع عجلة التنمية في البلد، غير أنه بيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل بمئات الآلاف. الحين الرئيس السيسي دايما بيوجه بإزالة كل التحديات اللي بتواجه قطاعات الصناعة المختلفة، ودايما في توجيهات رئاسية بتوطين وتشجيع الصناعة المحلية والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، ودايما في الهدف والرؤية بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، خصوصا وإحنا بنشوف تغيرات دولية وإقليمية بيمر بيها العالم كبيرة جدا. برضو في توجيهات دائمة بدراسة المشكلات والتحديات اللي بتواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لمساعدة المصانع دي على إعادة التشغيل مرة تانية، عشان يتم المحافظة على ما تم ضخه فيها من استثمارات وحماية لحقوق العمال. واحد بقى من أهم جهود وخطط الدولة للنهوض بقطاع الصناعة هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، بتستهدف زيادة الصادرات ل 145 مليار دولار وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% ل 20% سنويا، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل ل 7 مليون فرصة عمل، وتنمية مهارات العمال دول والحد من البطالة. كمان تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج، ودي عددها حوالي 12 ألف مصنع، نصهم كان اتعثر قبل بداية الانتاج. عشان كده الحكومة عملت خطة كبيرة لإعادة تشغيل المصانع دي وحل مشكلتها سواء كانت إدارية أو تمويلية.